وهيجة فتحت البردة وشفت الشمس ما شفت بهيجة. بس ما عنده استعداد يخلي جماعته بالمواجهة، يقول هذا بلدكم وانتو لازم تضحون. شبيه الحكومة؟ كلاب وانت لعب. انت لك ساعة واحدة، ساعة واحدة اذا ما تعترف انهيك. هاي الشغلة ما بيها فايدة. انت شفت بعد يا عيني يا مرهون، هذا اول يوم، دصبور والله كريم. ذبيها ما عنده العنين ذبيها. يا علي الواعي، صار تهمة سيئة بهذا البلد. لك يا فك يا معود غالب، هاي شبيك؟ الزم لسانك الله يخليك. حسان انت واحد كل اللي مزاينه هيجي يحكي له نص ساعة ويشتغل 10 دقائق. المرأة غريبة وهي ضعيفة أيضا، طبعا خايفة. إيه صدق الدكتور، خصة إذا ما عندها سند أو فلوس. قودي اجلس. تريدي أكلي؟ أكلي ورا رايحة للبيت، عندي كم شغلة أخلصها وأجيب لك فواكه. مشروع نيو كامب هذا ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تضمن في ظلها حقوق الجميع دون تفريق في الجنس والدين. قبل الطيور صارت شغلة ممنوع، لو شغلة سياسية، لو أنا فار من لا 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 لا، ولك مو أنت وين عسك الزرزر منا ومنا، عصطوها على المحلة مو عيب، ما تستحي.